خالد خالد طنشها ولا كانك سمعت شيء. لو في شيء مهم اكيد رح ناديك مره ثانيه. خالد خالد انت هنا؟ ما سمعتني وانا اناديك؟ انت ناديتيني ماما؟ ايوه حبيبي، ابغاك توصلني، عندي مراجعه للدكتور. جدك انت رح توصلها؟ معقول تكون وتسيب فريقك في المباراه النهائيه؟ انتوا جايبين سواق لها. ماما ايش رايك تروحي مع السواق؟ حبيبي السواق راح يجيب اختك. طب شويه بس لما تخلص المباراه. حبيبي الله يرضى عليك، انا ما صدقت الاقي موعد. يوه ازعجتنا هذه، كلها تروح بتاكسي وتريحنا. ماما ايش رايك تروحي بتاكسي وانا ارجعك؟ الو متجمعين عند ناصر عشان بلنتيات. طيب انا جاي دحين، دقايق وانا عندك. الله يهديك ويحفظك يا ابني. برضه بتدعي له. سيبك من الجنة، روح الحق المباراة. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.